شارك وزير الداخليه محمود توفيق في اعمال الدوره التاسعه والثلاثين لاجتماعات مجلس وزراء الداخليه العرب بالجمهوريه التونسيه وتطرق الوزير في كلمته للاستراتيجيه الامنيه المصريه والتحديات الامنيه التي تواجه العالم العربي واهميه التنسيق والتعاون بين الدول العربيه وذلك لمواجهه المستجدات الامنيه في ظل المتغيرات الاقليميه والدوليه انطلقت فعاليات اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بمشاركة السيد محمود توفيق وزير الداخلية لتبادل الخبرات حول الأوضاع الأمنية العربية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وسبل التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والمخططات الهدامة يواجه عالمنا العربي تحديات متنامية في ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على مناخ الاستقرار الامني وتمثل عائقا امام عمليات التحديث والتنميه في دولنا، بما يؤكد اهميه مواصله جهودنا المشتركه لتحقيق التكامل وتطوير السياسات الامنيه لفرض واقع امن لمنطقتنا العربيه. وتطرق وزير الداخليه خلال كلمته امام المؤتمر الى اهميه تعزيز منظومه التعاون الامني العربي وكذلك مع دول الجوار. لتقييد حركه التنظيمات الارهابيه عبر الفضاء الالكتروني والرصد المبكر لانشطتها وقدراتها البشريه والتسليحيه واحباطها. ولقد اكدت عمليه المتابعه والرصد الامني استمرار المحاولات الاثمه للتنظيمات المتطرفه بمختلف اتجاهاتها لاعاده التمركز وتشكيل هياكلها المنهاره بهدف استعاده توازنها في اعقاب الضربات الامنيه الحاسمه التي تعرضت لها. واتخاذها في هذا الاطار من بعض مناطق محيطنا الاقليمي منطلقا للاعداد والتخطيط لعملياتها الارهابيه وتكثيف عمليات التحريض ونشر الفكر المضلل واستقطاب عناصر جديده لصالحها من خلال تطويع التقنيات الحديثه وشبكه المعلومات الدوليه. كما اشار الى مخاطر الجريمه المنظمه وتداعياتها على الامن العربي باتخاذها مناطق التوترات مسرحا لانشطتها الاجراميه وأكد على نجاح الاستراتيجية الأمنية المصرية في تحقيق نقلة نوعية في شتى مجالات العمل الشرطي وقد حققت التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب مستهدفاتها في تقويض حركة التنظيمات الإرهابية ومقدراتها وتكفيف العديد من منابع تمويلها وأسفرت الجهود المبذولة عن توجيه الضربات الأمنية النوعية لعصابات الجريمة المنظمة خاصة العاملة في مجال تهريب المهاجرين عبر الحدود أو باستخدام الوثائق المزورة، فضلاً عن التصدي لمحاولات إغراق منطقتنا العربية بالمواد المخدرة، حيث تمثل تلك الجهود خط مانع لاتخاذ الساحة المصرية معبراً لعمليات التهريب لدول المنطقة، كما تحرص الوزارة على اتخاذ خطوات نوعية في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، من خلال إحداث طفرة حقيقية في مفاهيم وأساليب السياسة العقابية، باستبدال السجون التقليدية بمراكز للاصلاح والتاهيل وفقا لاعلى المعايير الدوليه لحقوق الانسان. كما اشار الى اهميه التعاون في المجال التدريبي لتطوير اداء العنصر البشري والارتقاء بالاداء الشرطي. وايمانا باهميه تبادل الخبرات بين وزارات الداخليه العربيه لتطوير العنصر البشري والارتقاء بالاداء الشرطي. قامت وزاره الداخليه بتنفيذ فعاليات تدريبيه وبحثيه بالتعاون مع المكتب العربي للتوعيه الامنيه والاعلام ومشاركه الكوادر الشرطيه العربيه حول الاعلام الامني ومواجهه الشائعات وحقوق الانسان في العمل الامني. ويعد اجتماع مجلس وزراء الداخليه العرب الذي يتم سنويا فرصه للدول العربيه المشاركه للاطلاع على اخر المستجدات الامنيه العربيه وتدعيم اواصر التعاون الامني العربي للمواجهه الفاعله للارهاب والجريمه العابره للحدود.